هذا المطلوب. السلام عليكم. هذا المطلوب من الجميع. هذا المطلوب، هذا المطلوب، هذا المطلوب. أبوك ما ترك لك، ما ترك لك في الدنيا هذا إلا معرفة الرجال، ولازم تكون تكون أزود عشان تلقى دعوة من إنسان كبير، من إنسان حرمة. بر في والدك كان حيا، بر في أبوك كان حي. لو كان أبوك ميت لا تنساه، لا تنساه. ها شفتوا هالموية، ها شفتوا هالموية، هذه كلها لأبوي ولأمي ولجميع المسلمين. يعني هذا المطلوب منه، هذا المطلوب علينا في المجتمع السعودي. مجتمع السعودي متكاتف. الله اللي أم أبوه حي الله يخليه له، واللي أمه تحية الله يخليها له، والميت منهم نقول الله يسكنهم جنات النعيم ويغفر لهم ويحللهم ويبيهم. دام والدتي حية ما وش تقول أبو نايف؟ وش تقول أبو نايف؟ الله يرحمه. اللي 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 يبر اللي يبر في أمه وش بيحصل؟ بيلقى خير مع في الدنيا ومع عياله، صح؟ تلقاه في عيالك. ها بتلقاه في عيالك، ما بريت في والديك بتلقاه في عيالك. ها على ما قال والله العظيم انت تجيك حوسه، تجيك حوسه ما اعلم بالله، لان اللي تقادم الفرصه اللي عنده ابوه ولا امه حيه يحاول. يا شباب البرون فيهم، لو ما معك شيء بر بالكلام الزين، لو ما معك شيء سير عليها، لو ما معك شيء ما يجابرك، بس الله اللي بيعطيك بيعطيها الله وبيعطيك انك بر في والديك. طلبتكم يا شباب اللي عنده والده واللي عنده ابي حيين يبر فيهم. الا امي قال امك، صح ابو نايف؟ ثم ابيك. امك تعبت عليك، يا ما شالتك، يا ما ضحت فيك. انا اكلمكم امي والله العظيم، قسم بالله العظيم، شوفني انا متجه لها، والله العظيم تعبت معي تعب ما تعبت مع اخواني، واني ما اقول صادق، قسم بالله العظيم. ولا لو تسوي لامك حاجه ما لك جزاء، بس تشوف الدين اللي كان. شوف الرجال سلمت عليه تو، يعني ما عادش اقولكم بغيت صحتنا. الله يسكن جاي يسكن ابوي في الجنه ان شاء الله، ويحل له بيحه. وعماني المتوفي نقوله الله يسكنه جنات، يسكنهم جنات النعيم. والحي نقول الله يطول في اعمارهم، العمان والخوال والعمات الحي منهم نقولهم الله يطول في اعماركم. والميتين نقول الله يغفر لكم ويسكنكم جنات النعيم ويحللكم ويبيحكم. هذا اللي اقدر عليه. واسلم على عيال عمي وعيال عمتي وعيال خالتي وعيال جداني وخوياني، وكلكم اسلم عليكم واقول لكم صباح الخير على الجميع. لا تنسون القفازات ولا تنسون هذه عشان ما يجيكم مرض. السلام عليكم.